خاص استثمار في اللقاء ديال الشباب مع الجمهور. هذه مسألة مهمة، وزعما هذه خاص تكون إرادة سياسية، تكون واحد استراتيجية ثقافية في المغرب شاملة باش تدخل فيها الفكاهة، تدخل كصنف من كأداة من أدوات التعبير. الفن الفكاهة راه ماشي غير تفليه كما قلنا، راه هو واحد التعبير كيعبر على الذكاء ديال الشخص والذكاء ديال المجتمع، لأن هذاك الفكاهي هو امتداد للمجتمع، راه ماشي واحد الراجل ناض وقال غادي نضحك، هو راه المجتمع اللي خلقه وزكات واحد الفئة من المجتمع. إذا النظرة ديالنا الفكاهة خصها تكون واحد النظرة ديال الاستثمار في التعبير ديال المواطن المغربي، ماشي التفلية. الفكاهة هي مسألة جادة. لا 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 لا، رمضان هذا العام غادي نصوم. لا لا، غادي كاين حنا تنذاكروا، ما عنديش لا فيزيبيليتي على رمضان. دابا المناجر هو خدام على البرنامج رمضان، والله ما عنديش معلومات، عاد غنعرفهم ان شاء الله.